السلام عليكم. بعد ما تم إلغاء جميع الرحلات الخارجية ابتداء من نهار 29 نوفمبر إلى غاية 13 ولا 14 أسبوعين، قررت وكالة إحياء الأسفار بقيام برحلات داخلية، ثلاث رحلات. الأولى فيها 8 أيام 7 دلايري في فندق 4 نجوم، هذه رحلة ديال رأس السنة ابتداء من 26/12/2021. ان شاء الله غادي نمشيو بالحافله من الرباط، انطلاقا ان شاء الله تكون من باب الوكاله، بالحافله اتجاه مدينه اكادير، المبيت في اكادير مع حفل العشاء، الصباح الفطور اتجاه مدينه العيون، حفل العشاء وحفل الفطور، اليوم الثالث اتجاه مدينه الداخله. 3 ايام، يومين في الطريق، 3 ايام في الداخله، فيها خرجات في مدينة الداخلة، فيها تسوق، فيها من بعد الرجوع على متن الحافلة إلى مدينة العيون، ومن بعد العيون أكادير، فالرجوع إلى الرباط، فيها سبعة ليالي في الفندق وثمانية أيام. الرحلة الثانية غادي تكون من ابتداء من 24/12، غادي تكون من الرباط الحافلة اتجاه مرزوقة، مرزوقة ليلتين، واحدة بالفندق واحدة بالبيفواك، والليلة الليلة الثانية بورزازات، الليلة الثالثة بورزازات، وفي الفندق فيه حفل العشاء والفطور. الليلة الرابعة غادي تكون إن شاء الله في مدينة مراكش، دونك أربع ليالي في خمسة أيام إن شاء الله. الثمن ديال الرحلة ديال مرزوقة 2250، والرحلة ديال العيون ب 4800، ديال داخل العيون 4800. هادشي اللي عندنا، عندنا رحلات رمضان، وعندنا رحلة كل يوم كان في إفران، الثمن ديالها 300 درهم، الرحلة ديال إفران في 3 أيام. يمكن نعطيكم أنا كاع البرامج غادي يكون عندنا، غادي نصورهم ونصيفطهم في الواتساب ولا في الفيسبوك إن شاء الله. السلام عليكم.